حتى ماكرون اللي راح زار الموصل ايضا لم يسلم من انتقادات الجانب الايراني، في حين احنا كل العالم اليوم يعرف انه لولا فرنسا ما كان السيد الخميني حكم ايران. يعني مو اكو مواقف متبادلة؟ ليش دائما هذا الصوت المعادي من الجانب الايراني باتجاه الجميع وباتجاه العراق بالخصوص؟ اخي نحتاج الى انه نصفر المشاكل، نحتاج نعيش كحلفاء، نحتاج نعيش كجيران، نحتاج رسائل ايجابية من ايران. ايران تدعم مجاميع مسلحة في العراق، هذه المجاميع دا تخلي صورة ايران بالعراق صورة دموية كارثية. بمجرد انه ايران تتعامل ويانا كجار، كجار وله احترام وله ود وله كل حقوق الجار، هذه بحد ذاتها هي رسائل ايجابية ممكن يتلقفها الشعب العراقي، وبالتالي يعيشون الشعبين كجيران متحابين. ولكن بهذا الوضع، في ظل دعم الميليشيات، في ظل التدخل بالسياسة العراقية، في ظل التدخل بكل شيء بالعراق، يعني ما اعتقد احنا في يوم من الايام راح نوصل الى نتيجة. نعم.